هذا الصباح علاء، وايضا بنكون احنا دائما فخورين وسعيدين بهاي المواهب الموجوده. بتعرف انا من خميس كل خميس بستنى مين اللي يبلغوني بالموهبه اللي حاضره معنا، وبصير اتفرج على الفيديو او الصور، وعن جد بتشوقني اكثر لاحضر الفقره ونتعرف على الشخصيه لو ما كنتش فيها. اليوم موهبتنا فنانه، ومش فنانه عاديه، لا بترسم بورتريه بطريقه كثير احترافيه. حنتعرفوا اياكم على لين محمد صبح، الموهوبه بالرسم واللي اجتنا من مدرسه بنات الفارع الاساسيه. سعد صباحك واهلا وسهلا فيكي معنا. يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا لين، واهلا وسهلا فيكي معنا. وقبل ما نشوف الرسومات الموجوده بين ايديكي ونتعرف على هاي الموهبه اللي كما يعني حكى علاء هي موهبه مميزه، خلينا نتعرف عليك شوي. اسمي لين محمد خير صبح، عمري 14 سنه، بالصف التاسع. موهبه الرسم من وانا صغيره كنت بحب ارسم، ف أمي اكتشفت موهبتي. بلشت أرسم، بعدين صرت أرسم بورتريه بالفحم، وإن شاء الله إني بتطور أكثر من هيك. ممتاز ممتاز. طيب لين، يعني ما بين أمك اكتشفت هاي الموهبة وحبك للشيء، يعني أنت بتحب الرسم بشكل عام، كيف بلشت تطوري حالك وكيف نقلتي هذا الدعم من البيت كمان للمدرسة على أساس كمان إنه معلمة الفن تساعدك وتعطيك تقنيات حديثة وأفضل عشان توصلي فيها الاحترافية أكثر؟ كنت أرسم، بعدين لما رحت على المدرسة أمي صارت تحكي للمديرة وللمرشدة. كنت أشارك في نشاطات المدرسة، كنت أرسم فيها، وأي نشاط فيه كنت برسم. وكانت أمي وأبوي يدعموني كثير. طيب لين، احنا شايفين بين ايديك مجموعه من الرسمات، بنحب احنا والمشاهدين نشوفهم مع بعض ونشوف كيف انت خيالك بالرسم. خلينا نشوف، فرجينا. عرضهم على انت حطيهم، لفيهم علينا باتجاهنا. الشهيد ابو عمار. نعم، الراحل الشهيد الرمز ياسر عرفات. وشوف قديش الدقه في رسم الملامح. ما شاء الله، الكوفيه، يعني بصراحه راسمته كانه شخصيا موجود. نعم. في عنا الشاعر. نعم. مدرويش محمود درويش. في عنا الملكة إيمان، الأميرة إيمان. خطيبها. حلو، أنت بترسمي شخصيات يعني؟ أوكي، نشوف كمان. سامي يوسف. سامي يوسف. أنا صرت أعرف بدون الأسماء. يعني سامي يوسف أظن منشد إسلامي. صحيح. ومن كثر ما هي الرسمات كثير واضحة. هاي مضيعة. صحيح. أنا بدي أشوف اللي بعدها لأنه كثير هاي صورة عادية. بس حبيت إنه قديش التفاصيل واضحة فيها. اشرحي لنا عن هاي الرسمة. لأنه استخدمتي لون غير الفحم. بستخدم ألوان عادي، بحاول أستخدم ألوان تانية، بس أنا حاليا برسم بس بفحم وكلم رصاص. نعم، بس إيش الفكرة بالضبط من هاي الصورة؟ هي طالعة من إشي يعني ولا منصور أو راكي يعني على حجر؟ هي أصلا هي يعني هي هيك الرسم، يعني أنا بطول من النت. مش من خيالك. لا، يعني بتنقلي عن إشي بس بتطبقيه نفس ما هو. نفس ما هو. جميل جميل والله، في ألبوم كامل. صح، انا مستمتع اني اشوف الصور كمان. وفي زي هيك. واو، هذه جميله. قديش الملامح واضحه، قديش. انا ليش بحكي لك انه بحكي لك احترافيه. ما شاء الله عنك لين. بدنا نروح للاشي هلا، للحيوانات والاشياء الطبيعيه. بحاول ارسم كمان خيل. واو، جميل جدا. طيب، واحنا بنتفرج على الصور لين، كثير لفت انتباهي اسالك شو اول صوره رسمتيها وكانت بالنسبه لك هيك حسيتها انه الاقرب لك؟ اول صوره رسمتها كانت كنت بحاول ارسم، كان عن عيد الام، عن الاحتلال وهيك. ولليوم هي هاي بالنسبه لك يمكن افضل صوره؟ خلص، دائما البدايات الها محطه كثير حلوه. نعم. طيب لين، انت بتفكري بالمستقبل بس تكبري مثلا انه تدرسي فن او رسم؟ لانه طبعاً. يعني خاصه انت بهذا العمر بترسمي هيك، فكيف نحكي انه بعد كم سنه لين ايش رح ترسم؟ شو بتفكري تدرسي؟ بفكر ادرس فنون. وبتمنى انه يكون عندي معرض خاص فيي اعرضه. انا اول الزوار، أنا أول الزوار مع رب إن شاء الله. طيب، بدنا هيك نبعد شوي عن الفن ونسأل، أنتوا كم من
أخ وأخت إلك في العائلة؟ شو ترتيبك بالبيت؟ أنا أكبر إشي، عندي 4 أولاد، عندي 4 أخوان. أنا الوحيدة. يا عمي مدللة، الله يحميك يا رب يخليك لأخوتك. وكنت بدي أسأل كمان عن زي هالإبداع اللي شايفينه كمان في المدرسة، العلامات عالية مثل الإبداع العالي. طيب أنا لين كمان خطر ببالي سؤال، كل هاي الشخصيات اللي أنت رسمتيها، ما خطر ببالك ترسمي حدا مثلا من عائلتك من أسرتك؟ رسمتي بابا، ماما؟ حاولت، رسمت خالي، أخوالي يعني. وطلع بنفس الدقة؟ أخوال أمي طبعا نفس الشيء. أنت بتاخدي صورة ولا بترسميهم من قبالك؟ لا أنا برسم بكياسات مقاسات. حلو. حسب الحجم الصورة. شاركت بمسابقات لين؟ لا يعني بالمدرسة كنت بس بشارك بنشاطات. السنة الجاي اسألي في دائرة النشاطات عندكم إذا في مسابقات للفنون، ابعتي لهم لوحاتك لأنه أنا متأكد ممكن تجيبي المركز الأول. مش ممكن، أكيد إن شاء الله. نعم، هيك أنا بتفائل. وأنا قد ما استمتعت بلوحاتك حابب نشوف كمان اللوحة الموجودة هلأ بين إيديك، لأنه حاسس إنها مميزة. نعم، زي هيك طفلة كورية أو يابانية. نعم، رحنا على عالم، على دولة أخرى، كثير حلوة. جميل. بحب أرسم الأطفال، عندنا أخرى وحدة. حلو ما شاء الله، جميلة. شوف هاي كمان الرسم اللي تحتها، لأنه واضح كمان فيها على ألوان هيك مميزة. بحاول أرسم ألوان تجربة. في أخرى كمان عينين زرق. وكمان حتى الأطفال معطيهم حقهم بالتفاصيل، هذا إشي كتير عجيب مميز. ما شاء الله كتير حلو الرسمة. طيب لين مثلا أنا بدي أسألك، أنه أنت بالمدرسة لما بترسمي وتشاركي بالنشاطات وتساعدك مثلا معلمة الرسم أو كل هاي التفاصيل، في حدا كمان ممكن أنه يساعدك أو يرسم معاكي، صحباتك؟ احكي لنا شوي كيف ترسمي، بتاخدي رأي حدا، بتحبي حدا يساعدك أو يطلب منك ترسمي له رسمة معينة؟ كان في بالمدرسة صحباتي بحكوا لي انه رسماتي كثير حلوات وبشجعوني، وكنت برسم، ببعثوا لي هم رسمات وانا برسمهم. في اكثر، والمعلمات كمان كثير بخلوني ارسم عندهم. يعني احنا ان شاء الله بننبسط اكثر انه كمان تعممي هاي المحطات الابداعيه على زملائك، على اخوتك كمان في البيت، مع انه انت الكبيره. طيب السؤال، انه انت كمان بتساعدي ماما اكيد في شهر رمضان وفي تحضير الافطار، سؤال، بتحبي القطايف بجوز ولا بجبنه؟ بجوز. يا بيي هي الاولى على الصف عشان تعرفي. بس القطايف بس بجوز، الجبنه للكنافه لا شيء ثاني، بس القطايف بجوز. صحه وعافيه. طيب اذا بنحكي، اذا لك طموح ودائما حلو انه جدا انه ننقل رسالتنا كابداع، حابب تعطي رسالة للأطفال اللي عندهم موهبة، إنه كيف ينموا موهبتهم، كيف يطوروا حالهم ليوصلوا مرحلة من الاحترافية زي اللي عندك؟ طبعا يسعوا وراء نفسهم، يشاركوا بأكثر من إشي، يحكوا للعالم، إنه بتمنى إنه الناس يوصلوا يحكوا للعالم اني انا بحب ارسم وانه انا عندي موهبه. طيب نور، سوري عفوا لين، بالختام خلينا نوجه برضو رساله لاهلك الموجودين بشوفوكي هلا اكيد بالغرفه الكنترول وكمان على الشاشه وفخورين فيكي، ايش بتحبي تحكي لهم؟ بحب اشكر امي وابوي على دعمهم، بحب مين بس امك وابوكي؟ اخوالك، عمامك، ستك، ستي وسيدي، الله يخلي لك اياهم، كثير بدعموني كمان اخوالي، الله يخلي لك اياهم، كل التوفيق لكم. بتنقلي هاي الصور وبتصوريها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ عندك صفحه على الانستغرام او الفيسبوك؟ بدي رح اعمل صفحه على الانستغرام، عندي صفحه على الفيسبوك. ضروري تعملي صفحه. ممتاز، يعني باسم لين محمد صبح نتابعها على الفيسبوك والانستغرام. كل التوفيق لك، مبسوطين بهالابداع والتميز اللي انت فيه، وان شاء الله بنشوف لك اول المعارض وبعثي لنا عشان نكون ضيوف في معرضك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لين لوجودك معنا، كل التوفيق. شكرا. مشاهدينا مكملين في محطات فلسطين هذا الصباح، واحنا في كل يوم طيله شهر رمضان المبارك في عندنا طبق. طبق اليوم كثير زاكي. انا بدي اروح على غزه بس اكل عشان سمك.